هي شيء للذكرى، حتى وإن حدث وأخطأته هذه القذائف وتركته ليعيش طويلا، يخرج هو ببعض من دلائل تقول أن الحرب وصلت هنا. بعد كل قذيفة تسقط يتجمهر الناس حول المكان ويبدأون باستكشاف مكان السقوط وأعداد القتلى والجرحى وآثار الدمار. قذائف عدة من ميليشيا الحوثي والمخلوع تستهدف وبشكل يومي مدينة تعز وريفها. ضرائب حرب باهظة تدفعها هذه المحافظة مع أبنائها. العشوائية المعتادة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في إطلاق القذائف واستهداف الأحياء السكنية تشتد حاليا على أحياء العسكري والجحملية وصالة وثعبات. في المقابل أصوات الرصاص تعلو أكثر من أصوات الناس فيها لتصبح هي لغة التفاهم الوحيدة مع ذلك المعتدي، من يريد ببساطة السيطرة على تعز. الجبهات الشرقية من المدينة ما تزال تشهد معارك عنيفة ومستمرة، خاصة في محيط المستشفى العسكري بعد محاولات الميليشيا وبهجمات متكررة استعادة المواقع التي تم تحريرها خلال الأيام السابقة. أما الهدنة تلك المغيبة دائما عن تعز حتى بعد الإعلان عنها، كالعادة أيضا لا تجد لها أرضا خصبة هنا. ففي وسط حرب الشوارع والقصف والحصار المستمر تنتهي الهدنة على عتبات المحافظة حتى قبل أن تبدأ.